شارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة مهرجان الجونة السينمائي وخذوا جوائز مهمة، التانيت الذهب في أيام كارتاج السينمائية والجائزة الكبرى لمهرجان بوردو السينمائي في فرنسا، جائزة لجنة التحكيم الخاصة فئة البطولة النسائية في المهرجان الفرنسي جون سان جون لويز. الفيلم هبط في القاعات وموجود في المركب الثقافي محمد الجاموسي، وأنا ننصحكم تمشيوا معنا توت سويت. الفنانة هي مثال ناجح للمرأة التونسية، أخلاق ثقافة علم وموهبة لا تنضب. الأستاذة الممثلة أيقونة الجمال والكمال والثقافة الممثلة هند صبري، مرحبا بك هند. يعيشك يا كوثر، يعيشك حبيبتي، يعيشك على الكلام الحلو هذا، يعيشك كوثر. عندها بطة مريناش بعضنا من موسم الرجال، من موسم الرجال من جربة، تتفكر كما جربة محليهم شعمنا وقديش احنا وقديش تحرقنا بالشمس، روحنا الكل سمر من غادي. ايامات كانت حلوه ومزيانه، وكان لي اجمل الشرف انه كنت موجوده معك في الفيلم حلو برشا. وانا كان لي شرف جدا، وان شاء الله نتقابلوا قريب في عمل يلزمنا نعاودوا نخدموا مع بعضنا قريب. اكيد اكيد، وانا باش نخليه لك انت الامر هذايا. دونك هند مبروك، جوستومون باش نرمي لك المسؤوليه ليك انت. مبروك عزيزتي، الفيلم نجاح جماهيري كبير وجاب جوائز مهمه، نجم نقولوا انه زهره حلك الشهي على السينما التونسيه. والله انا من سنه القصور لليوم ما نقدرش اني قطعت علاقتي بالسينما التونسيه، حتى كي شغلت برشا في مصر ديما كنت معناها نهبط نحاول باش نعمل حاجات، بس غير كان فما معناها بعد شويه سوء تفاهم يظل انت ما بيناتي وما بين المنتجين اللي يخافوا يقول لك هذه ولات غاليه ولا ولات ما عادش ولا حاجه. دونك خذا وقت الموضوع باش نعاود نصحح المعلومه، فهمت؟ جوستومون. راني موجوده وراني فوالا، مانيش معناها بالعكس امري ما نتكبر على سينما بلادي اللي عرفتني بالناس، اللي عرفتني بالمثاروه واللي هزتني للغادي. دونك بالعكس انا سي توجور ان غران بليزير. عزيزتي الكبير كبير والكبير ديما متواضع. كيما قلت لك هند، دونك الفيلم جاب برشا جوائز، اما ظهر لي انه الاقرب الى قلبك هي الجائزه نتاع الجي سي سي افضل اداء لدور نسائي. بكيت في مهرجان الجونه وبكيت في مهرجان كارتاج، الجائزه اللي تجي بعد 25 سنه. هذيك اكثر حاجه بكيتني كوثر، اللي الواحد ينجح ظل برشا ينجحوا وبرشا عباد معناها يعيشوا عام عامين ثلاثة سنين من النجاح، أربعة سنين خمسة سنين وباهين معناها. أما الصعيب اللي 25 سنة تقعد، أنت تعرف خدمتنا قديش صعيبة وقديش تكلفنا معناها في كل شيء، ايموتيفمون كل شيء صعيب علينا باش نكملوا 25 سنه في هذه المهنه، سيرتو لي انا مانيش اكاديميه، ما قريتش قرايه. ماهوش بشرطي معناها فما حتى انا مانيش اكاديميه. ساعات الموهبه تغلب على كل شيء عزيزتي، واكثر الناس المشهورين في العالم هما الناس اللي ماهمش اكاديميين. هكا ولا اي 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 اما زيد معناها فما برشا حاجات برشا ظروف اخرى نجم تخليك انت حتى ساعات تقول يزيد تبدي تتعذب. دوك بكيت في كارتاج على خاطر حسيت اللي فما لونجيفيتي الحمد لله دابوغ من حب الناس، خاطر هما اللي خلونا نقعد ونكملوا، هما اللي خلونا نحملوا الظروف الصعيبه برشا برشا. وباش تقف على ركح مهرجان قرطاج، ايام قرطاج السينمائيه مش حاجه سهله. وقتها كنت صغيره في سنه القصور مانيش فاهمتها، توا فهمتها هذاك علاش بكيش، توا فهمت المقدار الكبير معناها الاحترام الكبير لهذا المهرجان الكبير وعراقته. دونك وليت معناها علاقتي بخدمتي تبدلت، فهمت؟ دونك قديش كنت وفية لشخصية سونيا الحسني بوسكو، هي ما عندها قصة واقعية؟ هي قصة واقعية ماهيش بالضبط معناها ماهيش بالحرف،
سونيا كانت بيان سور معناها انفلونس كبيره في كتابه هند بوجمعه، وانا قابلت سونيا برشا مرات، مشيت لها للدار، حكيت معاها برشا، كانت تجينا للتورناج برشا، لكن كان فما زاد نتوما اخرين معناها يمكن الناس ما يعرفوش عليهم كيف ما سونيا، خاطر سونيا تعرفت في الاعلام وعرفت كيف تروح على الاعلام، لكن فما نساء اخريات كانوا دي ريفيرونس لشخصيه نورا، معناها نورا مش سونيا، نورا مقتبسه من سونيا ونساء اخريات. جوستومون دونك عندك فازي لكن دوك لكن سونيا معناها عرفتني على يمكن عالم وطبقه اجتماعيه يمكن انا مانيش منها، وانا مشكوره على هذا، على خاطر غواليس واقعي برشا، ويمكن العباد ان شاء الله يشوفوه في فرقه وفي الجهات الكل ان شاء الله قدر ربي، مش كان كنت العاصمه ما تمناش كان كنت العاصمه، راهو احنا ياسر مهم باش نقول الكلام هذا، وكان ماذا بيا نبدا موجوده في ديك نوع، كان ما جاش عندي تصوير، كنت في مراكش عزيزتي رجعت وعندي تصوير في القاهره. عزيزتي الامبريزاريو نتاعك وعدنا انه دوب ما تهبط لتونس باش تكون موجوده معنا ان شاء الله في الجبال الفام اللي هي المقر نتاعنا في سكره في تونس، مش معناتها باش تقعد تتنقل حتى لصفاقس، دونك ان شاء الله بقدره ربي تبدا موجوده معنا. انا كمنشطه باش نساله لك السؤال هذايا مش كممثله، دونك لعبت شخصيه مختلفه على اللي قدمته قبل وما خفتش. هند تعرف في تونس اللي احنا ما نفرقوش برشا بين الشخص والشخصيه، والفيلم فيه برشا جراه، هذيك علاش قلت لك كمنشطه مش كممثله. فهمتك توا. ما بالعكس، انا نحب الجراه في تناولنا للمواضيع الاجتماعيه المسكوت عنها. انا نحبها جرأة، خاطر انا نعتبر ان السينما خاصه السينما التونسيه، يمكن السينما التونسيه هذاك دورها وقدرها من قبل من جديد، اللي هي ديما تحرك المجتمع، ديما تكون على 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 فانغارد نتاع المسائل الاجتماعيه الكبيره. بيصير احنا كشعوب عاطفيه، مش كان تونس، لان شعب الشعوب العربيه الكل ما تفرقش ديما ما بين الشخص والممثل والمشخص. لكن احنا اللي لازمنا نخبر ريس كذا ونعرفوا جمهورنا اللي لازم نعملوا كل الادوار، لكن شخصنا واحد. بيان سور. بالحاجه واحده، انا هم صبري واحده، لكن شفناك في عدد كبير ومتنوع من الادوار. مش نتسامات شابينهم، انا مانيش نوره، مانيش نتسامات نوره، لكن انا في منا نحترمها جدا، اللي هي مهنه التعاطف مع الاخر، مهنه لامباتي بالفرنسي، وانت تعرف معناها احنا المسرح والسينما دورهم اكبر دور اليوم، اليوم باش يخليوك تحس احاسيس شخصيات اخرى، ناس بعيده عليك في كل شيء، لازم حتى في الدنيا تحكم عليهم، لازم ما تحبهمش في الدنيا. اكيد. لكن وقت اللي تتفرج في حكايتهم وفي قصتهم، لازم تستمتع لهم الاعضاء. ولا تنجم يكون حكمك اقل قسوه على خاطر حطيت روحك في بلاصتهم. هذيك هو دور السينما، اللي بنحكموا اقل، احنا شعوب ياسر نحكموا، هذا باهي وهذا خايب، هذاك بيه وهذاك عليه، وهذاك ياسر نحكموا وفيك عفيك نعمل نحطوا العبيد دون كاتيجوري ونحطوا كاتيجوري سوسيال، وهذيك المشكله اللي ولينا ما عادش نحكيو مع بعض. جوستومون، وخصوصا ما نقبلوش الاختلاف، دونك ما نقبلوش الاختلاف. المسلسل الفيلم بلوتو نوره تحلم موجود توا في المركب الثقافي في الجاموسي، قاعد دونك موجود للناس اللي تحب تتبعوا، للناس اللي تستنى في هند صبري، شنو تقول لهم في كلمه الختام هند؟ انا ساعه نقول للجمهور في الساقس نحبكم برشا، سامحوني اللي ما جيتش المره هذه، لا فريمون معناها رغم عن انفي قال داخل، ان شاء الله نكون بحلكم بيانتو. الساقس انتم معروفين ساعه، اللي انتم محبين للفنون وقديش معناها كلكم فنانين، كل دار فنانه وذواقه. دونك براو شوفوا الفيلم. واكتشفوا هند صبري في دور جديد وفي حاجه جديده وفي شخصيه جديده، حاجه اللي جوستومون حاجه اللي بعيده برشا على الادوار اللي مستسين نشوفوا فيهم، وهذيك هو المبدع انه يتلون من كل حاجه لحاجه. الممثله الاستاذه هند صبري، كان لي اجمل شرف انك كنت موجوده معنا على حتى ولو بالهاتف، مرحبا بك عزيزتي. شكرا
راجيه نكون بحدكم ان شاء الله في الاستديو. اكيد هذا وعد وصفاقسيه الكل مش صفاقس بركه تسمع فينا توا جابس والصخيره والجنوب الكل بصفه عامه حتى من ليبيا ومن زير كلهم يستناو باش يكونوا موجودين معاك. عايشك عايشك يا هند، مرحبا بك عزيزتي، عايشك انستنا، عايش اختي الغاليه. دوك نمشي نيوز ونرجعوا لكم توت سويت بعد